صباح الفل عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في اول حلقه من برنامجكم ما بين السطور. عشان احنا دائما مش بنقرا ما بين السطور فبتغيب عنا حاجات كتير ممكن تكون مهمه وممكن تفيدنا في حياتنا عامه. عشان كده ببرنامجنا هنعرض عليكم حاجات كتير عينك ممكن ما تكونش بتقراها ولا بتركز عليها، وكل حلقه هتكون في موضوع جديد ممكن تكون شفتها بس ما خدتش بالك منها، وممكن تكون ما شفتها خالص قبل كده. وعلشان حلقتنا النهاردة أول حلقة ببرنامجنا اخترنا لكم في فقرتنا الأولى موضوع مهم جدا شغل الرأي العام وبقوة، وخصوصا الرجل المصري. في الفترة اللي فاتت شهدنا جدل وإثارة حول مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك بسبب المادة التي تنص على حبس الزوج وتغريمه في حالة زواجه على زوجته دون علمه. ولاحظنا أن هناك آراء مختلفة بين معارض ومؤيد حول هذا القانون، فنجد الرأي المخالف يردد أن هذا القانون مخالف للشريعة الإسلامية، وأن من حقه الزواج بأربعة، ولما يعاقب الزوج ولما يتم حبسه. بعد قليل سيكون معنا سيادة الدكتور السيد باشا سليمان أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. فاصل قصير ونعود إليكم، انتظرونا. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم مرة أخرى، سنتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا يشغل الرأي العام وبقوة، وهو قانون حبس الزوج في حالة زواجه على زوجته دون علمه. سنتعرف مع ضيفنا العزيز على ما هو هذا القانون وما هي عوائقه. معنا سيادة الدكتور سيد باشا أستاذ القانون العام وأستاذ العلوم السياسية، شرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا. في البداية وقبل ما ادخل في تفاصيل، كنت عايز اعرف من حضرتك ايه هو النص القانون بالضبط في الدستور؟ هو مش حضرتك بس في البداية، يعني طبعا تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين الكرام. هو ده مشروع قانون لسه مازال في طور المناقشة والحوار المجتمعي، وكان محال من الحكومة فأحالته الرئيس مجلس أحاله للجنة التشريعية لاتخاذ شؤونها واللجان المختصة. تمام. فهو حتى الآن مشروع لم يعد قانونا بعد. طب حصل هو مضمونه يعني. مضمونه هو بيتضمن عديد من المواد جديدة برضو في حكاية، برضو بتتضمن من الخطبة والجواز، الحاجات اللي كانت عاملة مشاكل فيما يتعلق بالحضانة، فيما يتعلق بالنفقات، فيما يتعلق بالرؤية، فيما يتعلق بالزواج بدون علم الزوجة. ولكن خلينا بالتحديد في قانون حبس الزوج. جاي لحضرتك، هو في حاجات كتير جدا خلافيه، بس انا عايز نحط هنا نقط مهمه جدا عشان الناس تبقى برضو واخده بالها من الموضوع. يعني انا مثلا، احنا لسنا في حاجه في هذه الايام التي تحتاج دي بقى نقط نظام زي ما بيقولوا. تمام. يعني في هذه الايام نحن احوج ما نكون للاصطفاف الوطني. تمام. فانا مش شايف اي داعي على الإطلاق تمام لإبراز مشاكل خلافية أو مناقشة قوانين قد تكون تحدث يعني مشاكل مجتمعية. ولكن يعني مثلا هنقعد بقى ناس تنتصر للإناث وناس تنتصر للذكور. لا ننظر للإناث ولا ننظر، ما أنا جالس عادتك، لا ننظر للإناث ولا ننظر للرجال. ولكن بما إن الحكومة اقترحت هذا القانون يبقى هي مؤمنة بذلك. أنا بتكلم، أنا كلامي ده للحكومة. تمام. يعني إحنا ما فيش دعوة إطلاقا. تمام. الى ان او في عجله ان احنا نبرز او يعني نفجر حاجات قوانين تعمل مشاكل قوانين تعمل مشاكل مجتمعيه. تمام. يعني ولكن بهذا الاقتراح عشان كده الحكومه عندها النيه ان هي عايزه القانون ده ومؤمنه بيه. الحكومه زي ما هو قانون محترامي، يعني مثلا زي ماده الشراء العقاري. تمام. ما طبعا ما نفس القصه. طب الحكومه ماشي بس الا انه لما جينا عند التطبيق حصلت قبل الناس ما تطبق القانون 6/3 حصل اللي انت حضرتك شفته ده، وتم السيد رئيس الجمهوريه تدخل في خامه الرئيس. تمام. وارجع العمل بالقانون مده محترمه تسمح عشان. تمام. برضو الموضوع مش سهل.
تمام. لان انت محتاج حاجات كتير، اصلاح لوجيستي بالنسبه للشهر العقاري، بالنسبه للموظفين ومتلقي الخدمه والكلام من ده، بالنسبه للوجهات الولايه المتشابكه والحاجات. انا بتكلم يعني دخلنا في الموضوع ده ليه؟ عشان اقول لك ان في ساعات بتبقى نصوص مش قابله للتطبيق، فيها مشاكل. نفس القصه عادي، ده نص، ده مشروع قانون ممكن يرجع الى. وبعدين انا عايز اقول حاجه مهمه جدا. فضل. احنا لازم يبقى كل حاجه مرجعيتنا فيها للدستور المصري. تمام. انت عندك الماده 2 بتتكلم عن الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. تمام. المادة أظن 7 بتتكلم عن الأزهر الشريف، وبتتكلم عن اختصاصاته اللي كل اللي بيتعلق بأمور الدين. وأنا شايف أن قانون الأحوال الشخصية والأمن البهيب بالحكومة، طالما أن الموضوع يتعلق بالشريعة الإسلامية، يبقى كان ينبغي أن يؤخذ رأي الأزهر. تمام. لازم. تمام. دي مسائل ما فيهاش كلام. تمام. عشان بس نبقى متفقين. طيب. والقانون ده أصلا ما ينفعش، مع احترامي لكل الدعوات المتحضرة والدعوات يعني حق المرأة وكلام ده كله، بس احنا بنتكلم، نحن دولة مسلمة يحكمها شريعة، يحكمها دستور، بيلزم فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالدين ان احنا نرجع لإيه، المؤسسة بتاعتنا اللي هي ايه، متمثلة في الأزهر الشريف. طيب. يبقى كان ينبغي ان القانون ده، انا رأيي الشخصي، يحل الأزهر الشريف لأخذ الرأي فيه. يعني طيب هذا القانون ليه هذا يتوافق مع الشريعة الإسلامية من عدمه؟ طيب هذا القانون من إنما ما اعترضت حتى النهارده بتكلم على مادة حبس الزوج. أنا واحد من الناس معترض، مش معترض على أني يا جماعة نحن ننشد أن نقيم مجتمع متماسك. تمام. مجتمع متماسك أسريا، ما ينفعش أن أنا النهاردة أقعد أحط نصوص فيها كله حبس وحبس وحبس وحبس، وفي الآخر اجي الاقي المجتمع تفكك مني. طيب والناس بترتبط الدرجات. طيب من رؤيه حضرتك، موده ورحمه، هذا القانون مخالف للشريعه ولا مطابق للشريعه؟ لا، ما هو ده اللي يقول الكلام ده، انا مش عارف. تمام. الازهر الشريف يقول في حاجات طبعا فيها مؤكد فيها 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 خلاف، يعني فيها كلام يعني في بتخالف الشريعه في حاجات. تمام. انما احنا بنتكلم، انا ما بنقولش ان اللي يعني اللي بيقدم مشروع بيبقى حاسس ان هي على ضوء اطلاعاته وعلى ضوء دراساته وعلى ضوء المشاكل اللي قدامه. انما انا رايي ان لازم يكون لنا مرجعيه فيما يتعلق بامور الدين، والاحوال الشخصيه دي بالذات تمس يعني لب الشريعه الاسلاميه، لانها تتعلق بالكيان الاسري. تمام. بالمجتمع المصري. فاحنا اذا كنا حريصين على التماسك واللحمه المصريه والمجتمع المصري، وان احنا نقضي على التفكك الاسري، يبقى لازم نرجع لمؤسستنا الدينيه متمثله في الازهر الشريف، هي تقول رايها في الموضوع وتقول اني الكلام ده متوافق او غير متوافق. ما فيش حاجه اسمها واحد يتجوز من ورا مراته يروح احبسه، لا. يعني تفهمني ان انا احط ضوابط ممكن ادي حق الزوجه في ان لو عرفت يبقى من حقها انها تبقى تاخد قرار معين، يبقى فاهمني. انما انا ما اقدرش اقول يعني حضرتك لا تتوافق مع هذا القانون، يعني رايك لا الشخصي. لا لا لا، انت ترفض هذا أنا القانون. انا ضد انا شخصيا ضد اي حاجه تمس ال 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 نسيج المجتمع المصري ككيان، كالأسر المصرية. الأسر المصرية احنا عايزين نحافظ عليها. انا لو قعدت اقول احبس، يبقى النهارده الناس لما تيجي تتجوز يبقى كله متوجس من بعضه، خلي بالك بقى مش عارف ايه، اكتب الشقه باسم ابوك عشان البنت مش عارف، مش ده اللي يحصل. اكتب مش عارف ايه باسم ايه، ده بيعمل قايمه مش عارف ايه. طب القصه ايه؟ هنقعد بقى احنا داخلين في حرب مش داخلين في جواز؟ مش دي الموده والرحمه اللي ربنا قال عليها؟ مش دي الموده والرحمه؟ فانا النهارده طب ازاي الدوله بكل مؤسستها يعني لما بتشوف بتعمل قانون زي ده ازاي ما ناقشتوش او ما بصتلوش؟ لا لا لا، ما بصتلوش من التبعيه، وان ده يصير الراي العام. لا لا، وان ده احيانا المشكله في الشرع المصري. هي الدوله بص، احنا مش هنفترض حسن النيه في هو يعني مش اللي بيعمل قانون بيشوفها عقبه اجتماعيا هو والشريعه والاسلام وعرف البلد. احنا دورنا ان احنا يعني نلقي الضوء ونوجه وننبه، انما هو ما مش مفيش سوء نيه في الموضوع، هو بيحصل مشاكل. انا لا اقصد السوء النيه، انا اقصد ان يعني انا بعمل قانون يبقى ادرسه اجتماعيا والعرف ما والشريعه. ده الكلام بقى. لابد ان انا اكون قبل ما اقترحه على مجلس الشعب. هو ده الكلام، ودي ما احنا بنقوله اهو النهارده. تمام. احنا مشكلتنا النهارده مثلا بتيجي ما قلنا الكلام ده في نص في نصوص كتير جدا. ما ينفعش، اسوأ حاجه في الدنيا ان حضرتك تطلع تشريع غير قابل للتطبيق. طيب يبقى هنا بيعمل مشاكل. يبقى هنا الرؤيه ايه بالظبط كده؟ الرؤيه خاطئه بالظبط كده. يبقى احنا بنقول النهارده من دلوقتي، عشان طالما ان هو لسه مشروع، ما هو مشروع ده يعني مش قانون. تمام. يعني قابل للنقاش ولكن مقترح، اما انه ده النقاش ده. تمام. انا وغيري 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 في كل القنوات وفي كل الحاجات وفي كل المؤسسات. طب ماذا يحدث لو مجلس الشعب اقر؟ لا لا، ماذا يحدث لو ما ممكن يقر وممكن ما يقرش؟ ماذا في حاله لو اقر هذا القانون؟
لا اصل بص يعني انا ما مش عايز ايه يعني ان احنا نفترض في كل المؤسسات مش بنفترض ما هو يعني هو دلوقتي قانون مقترح للمجلس هو ممكن هو المجلس بالنسبه 50 50 ممكن مش ممكن المجلس ده المجلس ده بيعبر عن شعب اكيد تمام لو هو انفصل عن شعبه يبقى دي مشكله كبيره مش انفصل عن شعبه انا جاي لحضرتك ما لازم هو بيعبر عن الشعب لما يجي يتكلم تحت قبه البرلمان بيترجم اللي بيسمعه من الناس قانون عامل مشكله قانون عامل وزيك كده بقول لحضرتك احنا مش في وقت الكلام ده انا مش عارف مستغرب انا مستغرب ازاي التلاحق والتسابق في تقديم مشروعات قوانين ملهاش اي معنى فاهمني خلوا الناس مستقره وخلوا الناس هاديه احنا النهارده امامنا انا عايز انبه حاجه مهمه جدا يعني احنا باعتبارنا ناس وطنيين ومخلصين لبلدنا ويهمنا احنا النهارده مصر لديها من الملفات الامن القومي ما يستلزم الاصطفاف الوطني انت ما انتش في وقت ان تعمل في الخلخله في الجبهه الداخليه وتناقش مشروعات قوانين بتعمل حاله من الاختلاف احنا بنتكلم في كده ان الحكومه بما انها تنظر الى الاصطفاف الوطني كان لا يجب ان تقترح هذا القانون لان هذا القانون سيسير الشعب المصري احنا دورنا نقول احنا كناس يعني اساتذه وكلام نقول فاهمني يعني ان احنا انما احنا ما نقدرش نقول ان هم لا يعني هي في حسن نيه في الطرح ولكن قابل النقاش نحن لان نتحدث عن حسن النية يعني النهارده احنا ما بنتكلمش في حسن النيه او سوء النيه احنا بنتكلم ان يعني الذي يقترح هذا القانون دارسا ولما بنعمل نص قانون لابد ان نبص لحاجات كتير البيئه الاجتماعيه اللي احنا فيها العرف الشريعه الدين كل ده ما تبصلوش تمام انا بقول لحضرتك بقى ما احنا بنتنبه اهو النهارده كل ما يتصل ده فيه نص دستوري نلتزم بيه كل ما اتصل بامور الدين المفروض ترجع فيه مرجعيتك فيه للازهر الشريف هي المؤسسه الدينيه اللي هي يعني قائمه على هذا الامر ونحن طبعا كل التحايا والتقدير والاجلال للازهر وامامه الاكبر وانا رايي الشخصي ان المفروض المجلس يستطلع راي الازهر الشريف في مشروع هذا القانون يعني ايه يعني مع احترامي يعني يرجع النظر فيه شويه لغايه لما الامور تهدى كده ونشوف يبقى في حوار مجتمعي نطلع قانون يحافظ على وحده الاسره المصريه انا مش عايز قانون يبقى كله في حبس والحق وقبض وبتاعه وكلام من ده ما ده ما حققتش الاستقرار طيب تمام انت حققتش الاستقرار طب ما انا بنقول النهارده من رؤيه حضرتك لماذا التفتت الدوله في الوقت ده بالتحديد لهذا القانون هل هي لا اقول مقترح القانون المقترح القانون هل لتعدد مشكلات الطلاق ولا بص حضرتك وظاهرة التعدد ايه انا اقول لحضرتك هو الامانه هناك مشاكل يعني ما هو اكيد الحكومه عندها سبب ان هي تقترح هذا فانا عايز اعرف هل بسبب تعدد الزوجات ما انا اقول لحضرتك لا مش تعدد الزوجات مش موضوع ولا المشاكل الزوجيه في ارتفاع نسب الطلاق تمام ارتفاع النهارده رحت محاكم الاسره هتتخض من كم القضايا المتداوله فيما يتعلق بمشاكل الاسره تمام فاهمني هتتخض نسب الطلاق مرتفعه جدا تمام حتى بين اللي هم لسه متجوزين حديثا تمام في مشاكل انا رايي الموضوع محتاج انت عشان يعني انت عايز تقول ان هم بيبصوا هو فعايز يعمل القانون ده عشان الطلاق يقلل الطلاق هو في نظره لكده انما ممكن تبقى انت وسائل الحل والعلاج مش صحيحه يعني انت عندك مشكله حد يختلف ان عندنا مشكله عندنا مشكله نسبه كبيره جدا نسبه كبيره انا ادرس اجتماعيا ايه المشكله اجيب إيه علماء الاجتماع الاجتماعي. اجيب علماء الاجتماع يدرسوا لي ليه لماذا ما كل حاجه لو انت سندت كل حاجه المتخصصه هتوصل للحل المظبوط تمام علماء الاجتماع اكتر مني ومن اي حد ومنهم هم شخصيا ان هم يعرفوا يقفوا على اسباب هذه المشاكل تمام. يقوم يحط لك روشته علاج طلع قانون يتوافق مع روشته العلاج وبما لا يصطدم بالشريعه الاسلاميه تمام ده المفروض فاهمني ده وجهه نظري وانا بهيب بالحكومه ان هي تعمل كده حاجتين الوقوف على اسباب المشاكل الاسريه من علماء الاجتماع اثنين حاله اي مشروع تعلق بالاحوال الشخصيه للازهر الشريف التزاما بنصوص الدستور المصري ده فيما يتعلق بالموضوع تمام معنا الإعلامي عمر صيف كاتب الصحفي من السعودية تفضل يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك يا فندم أهلا بكم إن شاء الله أهلا بك أي تفضل
بالنسبة لموضوع قانون الزواج، طبعا حبس الزوج في حد... الشريعة الإسلامية. نعم، بالنسبة للموضوع الزواج، فكرة المشروع العام بشكل عام، الزواج أو التعدد في الشريعة الإسلامية، فطبعا هي الفطرة من الإنسان اللي يتزوج عدة مثلا التعدد، وهذه من الشريعة الإسلامية. وقال الله تعالى: وجعلت بينكم أزواجا لتسكنوا فيها وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام. فحلل التعدد إذا كان هناك تعدد من الزوجات بشكل عام، أو فلا يمنع أنه يكون مثلا لرجل مثلا التعدد مثلا زوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربع. طبعا هذا مرفوض من الشريعة الإسلامية، موجودة في الكتاب والسنة. أكيد. تمام. شكرا لك يا فندم، شكرا لك يا فندم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى في فقرتنا الثانية، وهي عن التنمية المحلية وإيجابيتها وسلبيتها. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين، وفقرتنا التانية هنتكلم عن التنمية المحلية مع ضيفنا العزيز السيد باشا، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. في البداية حابب أسألك، كنت عايز أعرف إيه هي الوظيفة الأساسية للمحليات؟ شوف حضرتك، الموضوع الملف المحليات ده ملف مهم جدا. أنت عندك عشان ينصلح حال البلد دي فعلا لابد من إصلاح المحليات. إصلاح المحليات، تمام، هي العمود الفقري للدولة المصرية. لكن تتكلم على إيه؟ وحدات الإدارة المحلية من قرى وتوابعها، النجوع وغيره، لمدن، لمراكز، لمحافظات. تمام. فأنت النهاردة لما تيجي تمسك ملف التنمية الشاملة المستدامة اللي ماشي حاليا والمشروعات العملاقة اللي بتتم، أكبر حارس على مشروعات المهادي، تلك المشروعات التنموية اللي بتتم على أرض مصر، هي إصلاح نظام الإدارة المحلية. طيب، لن كنت عايز أعرف من حضرتك إيه هي وظائفها الأساسية؟ أنا جاي حضرتك أهو، فاهمني؟ دي الوظائف كتير جدا. اتفضل. النهارده مع احترامي، ما تعرفش يعني إعداد مشروعات الخطة اللي هي التنموية اللي بتتم على أرض المحليات دي، دي خصائصها القيام على المرافق العامة الموجودة في نطاق الوحدة المحلية، دي وظيفتها. تمام. فاهمني؟ بكل المرافق، فاهمني؟ حاجات كتير جدا، فاهمني؟ فالمحليات تكاد تكون متصلة، يعني عشان تبقى في الصورة، عشان نوصل يعني نبسط الموضوع للمشاهد. تمام. ده اللي متصل بحياة المواطن المصري منذ الميلاد حتى الممات، ومنذ أن يفيق من نومه ويطلع من السرير لغاية لما ينام. والله في نفس اليوم. تمام. ليه؟ ازاي؟ حضرتك بتصحى من النوم، ببسطها لك. أول حاجة بتعملها بتخش على تاخد الحمام أو بتاع، لو لقيت المية مقطوعة، مشكلة محليات، فاهمني؟ نزلت الشارع، المرور وحالته والسيولة وكلام ده، محليات. نظافة، محليات. حياتك كلها متصلة بالمحليات. فعشان كده أنا ببسط لك أهو، عشان كده أنت لإصلاح حال البلد لابد من إصلاح المحليات، لأن هي تعتبر الشاملة، هي اللي بتشمل المرافق، كل حاجة، النظافة، المية، كل ما تعلق بالخدمات العامة بشكل عام، من الميلاد حتى الممات. ولذلك أنا بهيب بالحكومة ومجلس الشعب يطلع قانون الإدارة المحلية الجديد. ألا وهو قانون الإدارة المحلية الجديد؟ احنا ماشيين من غير قانون إدارة محلية، ده بقاله قد ايه؟ ما احنا قانون معطل، والمجالس المحلية اللي هي الجناح الآخر للمجالس التنفيذية، ما انت عندك الإدارة المحلية ديت لها جناحين، مش ممكن تطير بجناح دون التاني. فاحنا دلوقتي طايرين بجناح واحد اللي هو ايه؟ المجالس التنفيذية. المجالس الشعبية الجناح التاني ده مش موجود. هم كانوا قالوا في مجلس الشعب اللي فات ان هم يطلعوا القانون، ما طلعش، وبرضه قال لك يعني قال لك في مؤامات سياسيه، لما يخلص مجلس النواب ما نخش على مجلس المحليه. فاشي. انا رايي ان القانون ده يعني ينتهي مناقشته ويتم اقراره والعمل به، عشان
نضمن ان احنا نحافظ ونبقى اكثر حراسه على تلك المشروعات التنمويه. انما ان النهارده انت من غير قانون اداره محليه، انت النهارده تعالى مجلس النواب بيقوم بالدور الخدمي اكثر من الدور التشريعي والرقابي. صح. يعني تلاقيه بس يدور على مش عارف مايه مقطوعه وماسوره مش عارف ايه وحاجات، فاهمني، حاجات يعني محليه، خدمات محليه. ليه؟ لغياب المحليات. فانت حاطط عليها عبئين. انما النهارده لما بيكون المجالس الشعبيه المحليه موجوده ومفعله، بتعاون الجهاز التنفيذي في اتخاذ القرار المحلي. طب ايه هي السلبيات اللي بتاثر على المحليات؟ هل الدوله مش مديلها صلاحيات، موارد ماليه او مساعدات، ولا قوانين؟ انت بتمس وتر مهم جدا. اقول لحضرتك الخاص لك الموضوع ده. هو طبعا الناس دايما تتكلم عن الفساد في المحليات والفساد في المحليات. صحيح. انا وجهه نظري يعني احنا كل الناس يعني بتلخص مشاكل المحليات دي او يعني بتختزلها في الادارات الهندسيه. هي المشاكل كلها في الادارات الهندسيه. انا رايي الموضوع ده محتاج اعاده هيكله، ومحتاج انك انت تديله الراتب اللي هو ما يخليهوش يبص، لان النهارده بيبقى قدامه برج سكني برقم وهو بياخد مبلغ هزيل او يكون متعين بعقد. فبيسيبوا يبني وبيعدوا لا يعني فاهمني انت ونقعد في المحكمه دي مشكله. يبقى انت محتاج تطور الجزء ده. تمام. تحتاج تطور الجزء ده تطوير يعني يتمشى. حضرتك ترى ان الاداره الهندسيه اكبر عائق في المحكمه؟ هي اللي مشوهة الشكل العام. الناس كلها بتتكلم في الفساد في هنا، من هنا مش من حاجه تانية على فكره يعني. الرخص والمخالفات والتعدي على المراكز. انت محتاج نظام تشريعي محترم، بس برضه في نفس الوقت محتاج نظام مالي محترم اللي عشان اللي يغلط يعني يبقى ايه يتحاس يتحمم ويكون على رقابه. انما النهارده ما يبقاش مهندس وانت بتقول له 3000 يعني اعتمد للرخصه فيها رقم زي دي وبياخد رقم مش عارف ايه. انا مش بقول لك يعني ده مبرر للفساد، لا طبعا، لا لكن طبعا، ولكن انا عايز اذا اردت انت يعني تطاع فامر بما استطعت، ويعني ايه الواحد يقول العدل تمام. يقتضي ذلك يعني. تمام. الحاجه الثانيه حضرتك بتتكلم في فساد يعني المحليات. تمام. الحاجه الاخطر ان حاولوا يبقى فيه يعني توجدوا عند الناس دي روح التطلع. قيادات الاداره المحليه تلاقيهم دايما ايه يعني ما بيوصلوش للمناصب المهمه يعني. ليه بقى؟ ما هو بقى انت يعني مش هنخش في النقطه دي يعني ايه، بيبقى دايما ليه تدرج وظيفي معين؟ لا بالعكس، هو طبعا كاريره المفروض يعني زي اي وزاره يوصل اللي هو يعني ايه لمنتهى يعني ايه الى اعلى درجه في او قمه الكارير اللي هو شغال يعني فيها، يعني محافظ مثلا، ممكن يوصل رئيس مجلس مدينه، رئيس حي، رئيس مدينه، سكرتير عام، سكرتير مساعد، الحاجات دي كلها. احنا يعني ايه في ناس بيتم الاستعانه بيهم من خارج الاطار النطاق بتاع الاداره المحليه عن طريق مسابقات طبعا، فدي بتخلي عندهم نوع من انواع يعني ايه قتل، ان ما اشتغلش كتير، قتل الطموح بقى كده كده. انا ايه انا اخر انا إيه؟ راجل دغري وموضوعي. فاهمني، انا بكلمك على مشاكل انا لامسها يعني. فاهمني، تخصص يعني تخصصت يعني كدا. هو بيحسبها انا كده كده عارف اخر فين، انا مش بالظبط كده، فاقعد اتعب نفسي انا اخر نائب رئيس حي ولا مش عارف ايه، فاقعد اتعب نفسي ليه كده كده يعني محصل بعضها بما ان محصل. انما هو لو عنده يعني يرى ان هناك تقدم طموح وفي تطلع للاحسن وارتقاء وظيفي، لا هيجود وهيعمل وهيخاف على نفسه وهكذا. فاحنا بنتكلم في مشاكل، دي مشاكل موجوده. طب ازاي نطور من المحليات وظائفها الاساسيه بما انها يعني اهم حاجه في المجتمع، بل هي المجتمع؟ ازاي؟ ما هو احنا بنقول طلع تشريع بقى يتواكب ويتمشى مع النظره الاصلاحيه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. تصريح قانون يعني؟ تشريع طلع يعني اصلاح تشريعي يتمشى مع اللي احنا بنتكلم فيه ده. النهارده المشروعات التنميه اللي بتتم دي من الريف والمشروعات القوميه اللي بتحصل دي، النهارده عندك مبادره شامله الريف المصري كله. حاجه جميله جدا. طب النهارده دي عايزه جهاز محلي قوي. نمره واحد عشان المبادره دي تؤتي ثمارها بشكل محترم، نمره اتنين عشان تحافظ على ما تم، عشان تحافظ على ما تم. طبعا يعني ما تطور عشان ما قدرتش تطور وتحافظ عليه. ده انت شفت ترع اتعملت واتبطنت وناس لسه بترمي فيها البتاع ده. فاهمني؟ لانك انت ما عندكش. انا عايز اقول حته مهمه جدا. اتفضل. لازم، ودي برضو نصيحه مني كمتخصص في المجال ده. تمام. انا اهيب بالقائمين على مبادره الريف المصري
بدأ السيد رئيس بتطوير الريف المصري ان هم يعتمدوا على الشركاء المحليين الفاعلين. ازاي انت حضرتك ودي انا ليا تجربه اسمها كانت برنامج اسمه التخطيط بالمشاركه. من هم الشركاء المحليين؟ انا حضرتك اللي هم اهل المكان. اهل المكان، انا مش هقول لك كل اهل المكان. لا، حاجه اسمها تعمل لجنه اسمها التخطيط بالمشاركه. لجنه ايه؟ التخطيط بالمشاركه. بتعمل ايه؟ بتجيب قاده الراي في المنطقه دي، كبار المنطقه. اتنين، مش هتجيب كل الناس. اتنين كل تلاتة. الناس بتحبهم تكون بتسمع كلامهم تجيب او قدوه للناس. بالظبط كده. ده اسمه قائد راي. الحاج فلان. فالناس بتمشي وراه فتتبعه. تجيب ممثلين للمراه، ما هو في قطاع برضه في الوطن. تجيب ممثلين للشباب. ثلاثة، انت مش هتجيب عدد. مش هتعمل قاعدة اجتماعات، لا. عدد بسيط جدا، ثلاثة مثلا من كل شريحة من دول. يكون قدوة ويكون يتبعهم الناس وبيأخذوا بكلامهم. بالظبط كده. تمام. رجال دين مثلا في المنطقة. فاهمني؟ شيخ يكون قدوة. راجل كنيسة كده، المهم يعني يكونوا في حسب طبيعة المكان اللي هم فيه يعني. فاهمني؟ ودول يتشكل بهم حاجة اسمها يعني لجنة التخطيط. لجنة التخطيط بالمشاركة من الشركاء الفاعلين. إيه أهمية الكلام ده؟ طيب إيه أهمية إن إحنا نحافظ. هم هيعرفوا ينقلوا لأهاليهم اللي أنت بتحجز عن تنقله في سنة. في ثانية. هم بقى بالليل كده ولا في الجامع بعد الصلاة. والله حصل وحصل وعملنا وخلينا يا جماعة. هم هيعرفوا. وهيقبلوه. وهو لا هيحس إنه شريك في القرار المحلي. وده المهم بقى. مش إن هو تابع ويطبق عليه. لا لا لا، هو جاي له بيفرض عليه. هو شريك. هو بيفرض عليه برنامج ومش حاسس بيه ومش عارفه. فمش هيحافظ على الطرعه ومش هيحافظ على اللمبه ومش هيحافظ على الطريق. انت عايزه يحافظ وعارف هو اللي يمسك اي. فاهمني؟ ويخلي اللي عمل عطل يصلحه وكله اب يبقى مسؤول عن عياله. بقى اصبح شريك في القرار بتاعك. فما تجيبلوش حاجه فوقيه. برنامج جميل جدا. وانا بقول لك ده انا بتكلم على عوامل تنجحه حتى مستقبليا. وحتى اللجنه دي تفضل مستمره. حتى لو بعد كل سنه تتغير يجيب ناس ثانيه وكلام او بعد كام سنه. وتبقى موجوده جدا كشكل شعبي محترم. فاهمني؟ هو اللي يبقى محافظ على هذا الموضوع. ويبقى انا بص ساعتك في صوره وعن تجربه، كل ما كان المواطن شريك في القرار المحلي كل ما تضمن فعاليه القرار المحلي. طبعا. وتضمن الحفاظ على المال العام. تمام. ما كنتش تلاقي منظر الطرعه اللي هي مردومه دي بعد ما بطنوها كده من حتى حتى على الاقل الكمامه بالذات. يعني الكمامه دي الناس يا باشا بص، ما انت بنقول لك انا بقول لك اللجنه دي ليه؟ هتلاقي في جمعيات أهلية في القرية مثلا معنية بالبيئة دي ضمها. يبقى هو يعمل خطة للقرية ازاي يلموا الحاجات دي الكمام بعد ما طوروها بقى الناس مشت الحكومة مشيت مين اللي هي هم اللي قاعدين. فازاي بقى هم يحافظوا على الكلام ده والشكل العام. يبقى سلوك شخصي يتحول لسلوك شخصي. انت اعمل لهم النواة اللي تسمع ان هم يديروا شؤونهم بنفسهم. ده الذكاء من وجهة نظري. تمام. الاستمرارية. ان هو اللي يدير شؤونه بنفسه ويحافظ على المكان ويحافظ على المال العام ويحافظ ده في اتجاه نمره 2 بقى الاخطر والاهم. اتفضل. انا النهارده لما بكون شريف القرار المحلي ولقيت خطه الدوله مثلا احنا للاسف احنا عايزين مثلا في المكان ده وحده صحيه بس ما فيش ارض هتبرع هجره اتبرع. عايزين مرفق اسعاف هجره اتبرع بارض. فاهمني؟ على مدرسه. فاهمني؟ يبقى انا دخلته معايا هم اللي يتسابقوا في ان هم يقدموا الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات خدمية. بس ده ما يخص مبادرة الريف المصري. أنا بتكلم ده طبعا ده محليات برضو. ماشي. ده ما يخص مبادرة الريف المصري في المكان ده والكلام. لكن احنا بنتكلم بوجع عام أنا إصلاح حال الإدارة المحلية. إزاي نتلاشى العيوب أصلا عيوب المحليات بسلبياتها إزاي نقدر نتلاشاها؟ أنا قلت لحضرتك هو النهاردة أنت أول حاجة تقدم تشريع منتج تشريعي محترم يكفل انك انت يبقى عندك نظام اداره محليه محترم. ده اول حاجه. تشريع. التشريع قانون. القانون موجود في الادراج لغايه دلوقتي حبيس الادراج. يعني بما انك راجل قانون ترى يعني ما هو الاصلح في القانون؟ يعني من هل القانون القديم يعني شايف فيه اصلاحات؟ لا إيه؟ انا شايف ان هو ما فيش اي مشكله بس انا شايف هو الدستور تضمن تعديلات القانون ملزم انه يمشي بيها. فاهمني؟ يعني باب الفصل الاداره المحليه هو في باب السلطه التنفيذيه. تمام. فهو تضمن تعديلات محتاجه تدخل تشريعي ذكي. لان احنا برضو ما عندنا يعني احنا ما عندناش الكوادر الصالحه
لاستخدام ادوات الرقابه الجامده دي زي الاستجواب وفاهمني وطرح الثقه في المحافظ او رئيس وحده محليه، هتحصل صدام. سيما انت عندك 25% من تشكيلات المجالس المحليه دي هيبقوا شباب 25 سنه، فانت عندك مشكله. تمام. لا تدرب ولا تاهل ولا 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 ولا, ولا عندهم. ولذلك انا دلوقتي بهيب برضو بان هو من دلوقتي ومن قبل كده المفروض تقام حلقات تدريبيه لتاهيل الشباب على ممارسه الدور ده. تمام. انك انت عندك صلاحيات جامده جدا، دستور يعني الدستور تصل وتحط بنوايا سليمه فعلا وتحط فيه مكاسب جامده جدا. يعني الاول كانت مجلس عليه ما تصدر توصيات، بس في حاجه مش مجلس الشعب المحلي. يعني المجلس الشعب المحلي مش بيوجه المحليات اصلا؟ يعني المجلس الشعب المحلي هو شريك، ما هي صلاحياته؟ لا هو يعني كنا عايزين نعرف صلاحياته. هو قبل كده ده فيه مكاسب جامده دستوريا. ايه هي؟ كان الاول ما يصدر عن المجالس المحليه على كافه مستوياتها مجرد توصيات فقط، يعني مش الزاميه. دلوقتي الدستور قال ان قرارات المجالس المحليه في حدود اختصاصها ملزمه طبعا، اصبح قرار. اصبح قرار طالما انا اعتمدته في حدود سلطاتي وفي حدود اختصاصاتي الماليه. طب ما هي سلطات المجلس الشعبي المحلي؟ ما احنا عايزين نعرف. احنا بنتكلم بقى لا ايه هي سلطاته؟ يعني مثلا لما يجي يعمل قرار، ايه القرار اللي يقدر ياخده؟ لا طبعا هو شريك في الخطه لما ياخد حاجه، يعني يقدر ياخد قرار على المحليات ويلزمها مش بيه؟ لا هو النهارده لما تيجي يوجهها، انت النهارده لما تيجي تعمل خطه تنميه محليه في النطاق بتاعك اذا كان قريه او مدينه او مركز او محافظه، هنتكلم على نطاق الوحده المحليه كل مستوى الوحده، فكل مجلس محلي فاهمني ليه اختصاص في النطاق اللي هو بيمثله في مشروعات الخطه، زي الرصف، زي الاناره، زي كل ده فاهمني، كل ده هو مختص بيه قرار مشروعات الخطه فاهمني، برضو مراقبه والاشراف ومراقبه ايه مشروعات ذات النفع العام والمرافق العامه. تمام. فاهمني. تمام. هو شريك، هو اصلا يعتبر قلت لك جناح. تمام. مهم تاني للجهاز التنفيذي. تمام. فهو شريك. متشكر جدا لحضرتك، استفدنا للاسف وقتنا خلص والله. استفدنا انا اللي سعيد جدا والله، ونتمنى لمصر كل الخير والتقدم ان شاء الله. شكرا. شاكر فضلك. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم ما بين السطور.